من واجبي اولا ان اتقدم بالشكر لمدير والهيئة الإدارية لهذه المؤسسة لسماحهم لعمالها بإقامة هذا المعرض، كما أتوجه بالشكر إلى كل من العاملة الاجتماعية هيا طرعاني والممرضة المسؤولة الرئيسية عن جميع الأختام الآنسة إيمان هنداوي والممرضة المسؤولة عن قسم ألف الذي أنا والمعرض استطلت على المعرض بداخله، السيدة سمر صبح فهيج وعاملات طب الصناعي السيد عبد الله حبشي والسيدة أمل دموني لإشرافهم وتشجيعهم العمل على إنجاح هذا العرض. أما الشكر الجزيل للأخت الآنسة صاحبة الذوق الرفيع واليدان الماهرتان روضة باسم مشلاوي التي قامت بتزيين وترتيب هذا المعرض. مرة أخرى شكرا لهم جميعا وعذرا لمن نسيت ذكر أسماءهم. أما الآن بمناسبة النجاح الباهر لهذا المعرض فلا أهدي نجاحه لرعزة شتي ملكي التي عشنا معها 62 سنة والتي كانت دائما تشاركني بأعمال الخير والتطوع وتؤمن لي الراحة والهدوء لأتمكن من الكتابة ليتها الآن. إلى جانبي لترى ثمرة أعمالنا، لكن هذه هي مشيئة الحياة. الأسبوع القادم سيقام ذكرى سنة لوفاتها. عندما كنت منذ البداية الخمسينات أكتب فقط لجريدة الاتحاد لم يخطر ببالي بيوم من الأيام أن أجمع ما كتبت، أما إما إهمال مني أو لم أفكر أنها ستكون ذكرى خالدة لجيل المستقبل. أعدكم أنني سأستمر بالكتابة لما فيه مصلحة شعبي هذه البلاد عن السلام والأوضاع السياسية والاجتماعية على الرغم من وضع صحتي وسني، كما كلي أمل أن يكون معرضي هذا قدوة وحافز لبعض الرفاق القدامى ليكتبوا عن بعض ذكرياتهم، وأنا متأكد أنهم قادرون على ذلك، كما أن يكون مشجعا للجيل الناشئ ليكتبوا ويدونوا ما هو مفيد لمجتمعهم. ومرة أخرى شكرا لكل من ساهم بإنجاح هذا المعرض. والآن باسم واسم هذه المؤسسة أتشرف بدعوة كل من يرغب بزيارة هذه المؤسسة ومشاهدة هذا المعرض من وزراء وأعضاء كنيست وبلديات وأحزاب ومؤسسات ونوادي ومدارس وأفراد. أقول لهم أهلا وسهلا، شرفتونا ونشكركم على إبداء ملاحظاتكم. أخوكم ياسر غطاس.